يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم اكيد عارفين ومتابعين الدنيا ولعه بالمعنى الحرفي الشهر ده في اوروبا، المنافسات الاوروبيه على اشدها، وفي كمان دوريات اتحسم فيها بالفعل اللقب، لكن يعني لسه البعض الاخر لم تحسم فيه الامور حتى هذه اللحظه. وكمان عندنا كمان نهائي دوري ابطال اوروبا بين ريال مدريد وليفربول، ملفات عديده هنفتحها وهنتكلم في كل تفاصيلها مع ضيفنا العزيز اللي منورنا الناقد الرياضي الاستاذ علي البحيري. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. صباح الفل، نورنا طبعا. وزي ما كريم بيقول كده ملفات كتيره جدا، وخلينا كده الاول ناخد تقييمات يعني الريال وبعدين باريس سان جيرمان واللي بيحصل والتوقعات اللي كانت مختلفه تماما عن ارض الواقع. يعني خلينا نبدا من هنا. ممكن نبدا ان ريال مدريد اللي حصل السنه دي في ريال مدريد هو يعني اختلاف كلي عن الموسم اللي فات، مع قدوم كارلو انشيلوتي طبعا المدير الفني الايطالي لريال مدريد حصل طفره كبيره جدا في الفريق. يمكن ريال مدريد السنه دي هو بطل الدوري الاسباني، وصل نهائي دوري ابطال اوروبا، مطلع اكتر يعني اقوى فرق في البطوله، مطلع باريس سان جيرمان وتشيلسي ومطلع مانشستر سيتي الفرق المرشحه لللقب بالظبط. فيعني تشيلسي هو حامل اللقب وقبليه، وباريس سان جيرمان برده من وصل فاينل، ومانشستر سيتي برده وصل فاينل قبل كده، وصل سيمي فاينل، ففرق قويه جدا وبطل الدوري الانجليزي او قرب من الدوري الانجليزي. فاعتقد ان ريال مدريد مشواره كان صعب جدا، لكن هو فريق عنده شخصيه، فريق يستحق ان هو يكون موجود في النهائي وكمان بطل الدوري الاسباني. فاعتقد ان المجموعه اللي موجوده دلوقتي كريم بنزيما ورودريجو وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وتوني كروس، يعني عديد من اللاعبين موجودين في ريال مدريد، فعلا فريق حصل على اكتر فريق حصل على دوري ابطال اوروبا 13 مره في اوروبا، هو فريق طبعا كبير جدا وتاريخ كبير. فاعتقد ان مشواره كان صعب، لكن هو يستحق التواجد في صحيح أوروبا. الموسم ده الموسم طبعًا اللي فات كان غريب جدا صح. دي حقيقه. طب رايك ايه على ذكر ريال مدريد، رايك ايه في التصريح اللي قاله محمد صلاح وامنيته ان هو يعني يلتقي في النهائي مع ريال مدريد من منطلق ان في طار بايت على حد تعبيره؟ محمد صلاح طبعا لاعب محترف، لاعب ذكي، هو عارف هو بيقول ايه، طبيعي ان هو بيصدر ضغط على فريق ريال مدريد، طبيعي ان في طار بايت 2018 لما ريال مدريد كسب ليفربول 3-1 في نهائي تشامبيونز ليج، فاكيد اكيد ليفربول ليه طار مع ريال مدريد، واكيد محمد صلاح ليه طار مع ريال مدريد لانه اتصاب في المباراه دي من سيرجيو راموس. كان من راموس، كان في كتفه، جاله حلقه في الكتف، زعلت كل طبعا اكيد زعلتنا كلنا. فاكيد محمد صلاح نفسه ياخد دوري اوروبا تاني، دوري ابطال اوروبا تاني مع ليفربول، وطبعا يعني ياخد بطوله جديده او بطوله تاريخيه جديده مع ليفربول. وكمان النهائي طبعا هيبقى صعب جدا ريال مدريد وليفربول، فريقين كبار، فريقين كبار، يعني ليفربول من اقوى الانديه الاوروبيه بالزبط. السنه دي بينافس على الدوري الانجليزي لحد اخر نفس، ووصل برده لكل النهائيات المتاحه، عنده برده كذا بطوله ممكن يحسمها. فاعتقد ان مشواره يمكن ما كانش اسهل من يعني كان اسهل من ريال مدريد، لكن في الاول وفي الاخر ريال مدريد وصل النهائي وليفربول وصل النهائي، فريقين كبار. محمد صلاح طبعا عنده مجد شخصي عايز يحققه، وطبعا عنده طبعا مشكله العقد وتجديد عقده مع ليفربول. فاعتقد ان محمد صلاح اللي عمله ده هو بيصدر الضغط لليفربول لريال مدريد، وتصدر كل عناوين الصحف الاسبانيه بتصريحه ده، فهو اعتقد ان هو لعيب ذكي. طب ما تيجي نتكلم عن المدير الفني هنا وهنا، نتكلم عن انشيلوتي ويورجن كلوب، ونعمل مقارنه برضو بسيطه. يعني سيبك دلوقتي من الفريقين واللعيبه، بتشوف المقارنه ما بينهم، مين اللي ممكن زي ما بيتقال عليه يحسم القبضه او يحسم المباراه نفسها؟ يعني هي لو انا هتكلم كواحد محلل او كواحد مشجع بتفرج على ماتش ريال مدريد او ليفربول، صعب نتوقع نتيجه وصعب نقول مين مدير فني يقدر يحسم. ليه بقى؟ لان انشيلوتي مدرب كبير، حقق دوري ابطال اوروبا مع اكتر من نادي طبعًا، وحقق خمس دوريات في خمس دوريات كبرى، هو المدير الفني الوحيد في التاريخ اللي حقق خمسه دوري يعني في كل الدوريات الكبرى. فاعتقد ان هو مدرب كبير جدا يقدر يكسب البطوله. نفس الوقت يورجن كلوب خد اللقب مع ليفربول، وبرده هو مدرب تاريخي من خمس سنين في ليفربول، غير شكل ليفربول، خلاه بطل الدوري الانجليزي وبطل دوري ابطال اوروبا وبطل الكاس سوبر اوروبي، وبينافس على كل البطولات. فانا اعتقد ان احنا قدام اثنين مدربين عباقره، يعني انشيلوتي او يورجن كلوب هم يعني اثنين فعلا مواجهه تاريخيه بين ليفربول وريال مدريد، وبين انشيلوتي وبين يورجن كلوب. فانا اعتقد ان المباراه صعبه جدا، وفي نفس الوقت ما اقدرش اتوقع مين ممكن يكسب. كل فريق قادر كفريق كلاعيبه وكمدير فني، فهتبقى مواجهه كبيره جدا ومواجهه صعبه كلنا هنستمتع بيها. صحيح. نرجع للنقطه اللي ساعات بتتسمع وبتتقري وبتتشاف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه، تعليقات البعض على محمد صلاح، ان مع التألق الكبير اللي هو متألقه مع ليفربول في كل المنافسات اللي بياخدها مع هذا الفريق، ويجوا يقارنوا بين اللي بيحصل مع محمد صلاح مع المنتخب،
في ناس بتشوف ان لا ده ما ينفعش يبقى في مقارنه اصلا لان المعطيات مختلفه تماما. وكلام بيبقى ماشي في سكه ان لا طب بصوا مين اللي حواليه في ليفربول وبيخدموا عليه ازاي بالتعبير الدارج بالمقارنه بالمنتخب. انت شخصيا بتشوف ايه في الحكايه دي؟ انا شايف ان في الحقيقه محمد صلاح مع المنتخب مش هو محمد صلاح مع ليفربول. ده واضح جدا في ادائه سواء في نسبه الاسيست اللي بيعملها في الماتش او في الاهداف. وده كمان برز في تصفيات كاس العالم وفي كاس الامم الافريقيه. انا اعتقد محمد صلاح في ليفربول العناصر اللي معاه في الملعب خطه يورجن كلوب نفسه اللعيبه اللي معاه بتساعده. في منتخب مصر هو النجم. عندنا عناصر برضه. عندنا عناصر بس مش زي ليفربول، مش زي الدوريات الاوروبيه. انت نادي زي ليفربول نادي كبير فيه لعيبه كبيره جدا، اكبر انديه العالم وافضل لعيبه في العالم. فانا اعتقد ويورجن كلوب من افضل المدربين في العالم، واخد افضل مدرب في العالم قبل كده. فانا اعتقد محمد صلاح مصدوم شويه مع منتخب مصر انه بيلعب برضه مع الامكانيات او المساحات اللي هو بيلعبها او خطه اللعب مش بتخدمه. ده اللي انا شايفه من وجهه نظري. وملاعب هي بص هي بالزبط. حاجه ريتم يعني الملعب. حضرتك لو بتتفرج على الدوري مثلا الدوري المصري، بتتفرج على الكوره في الدوري المصري الريتم بطيء، بتتفرج على الدوري الانجليزي الكوره ما بتقفش. حرفيا الكوره بتقف. محمد صلاح مع سرعاته ممكن ياخد مساحه ويجري اللي هو الحته بتاعته اللي هو بيجري من اي ملعب اي حته في الملعب وبيحط بشماله في البعيده. فانا شايف ان محمد صلاح مصدوم شويه في الحته دي. ويمكن كمان هو اتاثر بمنتخب مصر، خساره كاس الامم الافريقيه من السنغال وخساره كمان البطاقه المؤهله لكاس العالم قدام السنغال اثر على محمد صلاح. يمكن رجع لليفربول قعد فتره كبيره جدا ما بيهدفش، كان باين على وشه ملامح الحزن، كان بيلعب بطريقه مش كويسه، كان دايما الجماهير كانت بتهاجمه ان هو متاثر. حتى يورجن كلوب اتكلم عليه في مؤتمر صحفي قال ان محمد صلاح منتخب مصر اثر عليه نفسيا. وده واضح جدا. مؤخرا محمد صلاح قدر يرجع تاني، قدر يهدف تاني، قدر يرجع لمحمد صلاح او نص المستوى اللي احنا منتظرينه محمد صلاح لحد دلوقتي. وهداف الدوري الانجليزي رابع موسم على التوالي. فاعتقد ان هو قدام مجد شخص جديد، وكمان لسه بينافس على الدوري الفرق 3 نقط. واعتقد ان لسه الدوري في الملعب رغم ان السيتي طبعا مبارياته اسهل وهو بيقترب من اللقب. طيب انا بص بقى، بما ان احنا بنتكلم عن لاعب بدايته يعني هنتكلم عن محمد صلاح فكره التجديد، وعايز اتكلم مع عن رونالدو ومانشستر يونايتد وما يتردد حاليا. برضو انت عارف كده لازم الميركاتو كل شويه يجي يبقى فيه اشاعات فكره ان هو ينتقل لميلان او لباريس سان جيرمان. يعني بتشوف التصريحات دي او التوقعات دي فيها يعني او صحتها كام في الميه؟ هو انا ممكن اقول ان نسبه 70-80% لان اصلا طبعا لان لم يحقق شيء في مانشستر يونايتد. يعني رونالدو من الشخصيات اللي هو لازم يحقق ذاته في اي فرصه او في اي مكان بياخده، لكن ده لم يحقق مع مانشستر في الموسم اللي فات. فازاي هينتقل وهو بهذا الشكل؟ يعني انا استبعدها، بس طبعا انت تقول لنا. انا اعتقد ان كريستيانو رونالدو هو نجم كبير، يعني افضل لاعب في العالم 5 مرات، هو نجم تاريخي واسطوري في كره القدم، لازم دايما في اي ميركاتو هيتحط العين عليه، بالذات دلوقتي ان مانشستر يونايتد يعني مستواه مش حلو، النتائج متراجعه، المدير الفني هيمشي، هيجي اريك تنهاج المدير الفني الجديد من الموسم الجديد. فانا اعتقد ان كريستيانو رونالدو لازم هيمشي مانشستر لسبب، لانه مش هيلعبوا دوري ابطال اوروبا السنه الجايه. طبعا دي بالنسبه لكريستيانو رونالدو هتبقى حاجه هو مش هيرضاها. الفتره يعني اللي فاتت كان عنده احباطات كتير هو شخصيا. دي حقيقه. وفاه بنته، وكمان نتائج مانشستر يونايتد، وكمان ان مش هيلعبوا دوري ابطال اوروبا السنه الجايه اللي هي البطوله المفضله لكريستيانو اللي بيتالق فيها دايما. طبعًا. انا اعتقد ان كريستيانو رونالدو مش هيستمر في مانشستر السنه الجايه. هو كان عايز يعتزل في مانشستر يعني. طبيعي، لان نادي حقق فيه انجاز تاريخي قبل كده وانجازات كبيره والجماهير بتحبه وهو بيحب مانشستر يونايتد. لكن انا شايف ان اللي بيحصل حوالين الفريق، حتى الفريق نفسه الجماهير مش راضي عن الفريق، مش راضي عن ملاك النادي، بيغيروا كل شويه مدير فني، النتائج متراجعه، مانشستر يونايتد بيغلب. يعني كانت خطوه سيئه من كريستيانو نقدر انا اعتقد ان هي خطوه ما كانتش موفقه خالص من زي ما انا شايف برضه وجهه نظري ان ميسي كانت خطوه غير موفقه انه يروح باريس سان جيرمان. هو حقق ايه مع باريس سان جيرمان؟ الاثنين كانوا متعشمين في مردود مختلف تماما. دي حقيقه. كريستيانو كان راجع بتاريخه مع مانشستر يونايتد، كان عايز يحقق حاجه ويرجع تاني النادي لمجده. نفس الوقت ميسي عايز يروح باريس سان جيرمان، فريق مليان نجوم، نيمار ومبابي وكل ودي ماريا، كل الفرق اللعيبه الكبيره، وكان عايز ياخد دوري ابطال اوروبا اللي هو غايب عن النادي او نفسهم ياخدوه وصرفوا على النادي كتير جدا. لكن ميسي فشل في دوري ابطال اوروبا مع باريس سان جيرمان، وكريستيانو فشل مع مانشستر يونايتد. على ذكر الانتقالات برضو الفتره الاخيره ابتدينا نسمع كلام ماشي في سكه ان بايرن ميونخ بيفكر جديا في انه يضم ساديو ماني. سمعت الكلام ده وانتشر في الصحف الاوروبيه، لكن انا شايف ان ليفربول من الصعب انه يستغنى عن لعيب زي ساديو ماني، او من الصعب ان يستغنى عن لعيب زي محمد صلاح. ليه الاثنين دول؟ لان الاثنين دول انا شايف ان هم بيقوم عليهم اللعبه في ليفربول، هم عناصر اساسيه في خطه يورجن كلوب في كل الانجازات اللي حققتها الـ5 سنين اللي فاتوا، سواء دوري ابطال اوروبا او الدوري الانجليزي او كل البطولات.
فانا اعتقد ان محمد صلاح او ساديو ماني ليفربول هيقاتل على التجديد ليهم. يمكن ساديو ماني ما عندوش مشكله في التجديد، موضوع اسهل من محمد صلاح. محمد صلاح يمكن موضوع الراتب شويه والطلبات اللي هو طالبها وحقه، لا هو ما حقه صح، لعيب بطل الدوري الانجليزي وبطل دوري ابطال اوروبا، مكسر كل الارقام القياسيه في تاريخ النادي او في تاريخ الدوري الانجليزي، وهداف الدوري الانجليزي 4 سنين ورا بعض، طبيعي ان انا اطلب حقي. سو باريس سان جيرمان يعني خلينا كده نتخيل السيناريو، كريستيانو رونالدو راح كمان باريس سان جيرمان، فانت يعني فين يعني انضم كل اللعيبه، بس خلي بالك ده مش بريفليج، يعني ده ممكن يكون حاجه نيجاتيف للعيبه او للنجوم دي اصلا بدليل الارقام دلوقتي بتاعه باريس سان جيرمان. يعني اللي حصل ميسي ونيمار ومبابي في باريس سان جيرمان ما خدوش دوري ابطال اوروبا، اخرهم بياخدوا الدوري الفرنسي او كاس فرنسا، الحاجات اللي البطولات المحليه اللي باريس سان جيرمان طول عمره بياخدها، وبيتغلب مثلا من ليل ومن لوريا، يعني بيتغلب من فرق صغيره في الدوري الفرنسي. فانا شايف ان خطوه ان كريستيانو يروح مثلا اعتقد هتبقى غير موفقه، هتبقى صعبه جدا، ومش انا مش هيضيف شيء، انا شايف ان هو مش هيضيف شيء زي ما ميسي ما ضافش شيء. هو هيضيف بس يا دوب شويه ملايين من الدولارات واليوروهات، دي حقيقة. ده اللي بيحصل في كل الاحوال، لكن التالق مش مضمون. احنا ممكن نثبتها بحاجه معينه. ريال مدريد من سنين فاتت كان فيه كل اللعيبه اللي في العالم، رونالدو كل اللعيبه اللي كانت موجوده في العالم، ما خدش دوري ابطال اوروبا، كان فريق فعلا كان بيقولوا ازاي كل النجوم دي موجوده في فريق. هي مش بكتر النجوم، انت ازاي بتجيب نجم انت محتاجه وبتوظفه في خطه اللعب. ده بقى راس المال الرياضي اللي ممكن النقطه دي نرجع منها بعد الفاصل، لان البعض بيرى ان هي ممكن تكون ساعدت هذه المنظومه، والبعض الاخر بيقول لك بالعكس هي دمرت هذه المنظومه. هنروح فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده، الناقد الرياضي الاستاذ علي البحيري. بس اسمحوا لنا قبل ما نكمل كلامنا معاه، تعالوا نتعرف على اخر الاخبار والتطورات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه، وخصوصا ان جدير بالذكر ان من دقائق قليله جدا انتهت اخر تمرينه لفريق النادي الاهلي قبل ما ان شاء الله يسافر الى الجزائر باذن الله مساء اليوم. فاحنا موجوده معانا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتحديدا في ملعب مختار التتش. هنا صباح الفل عليكي، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. من داخل ملعب مختار التتش هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة طبعا بالفريق الأول لكرة القدم وكمان الفرق الرياضية المختلفة، لكن في البداية خلوني أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا زي ما أنت قلت يا كريم، الفريق الأول لكرة القدم خاض مرانه الأخير هنا على استاد مختار التتش قبل بقى المغادرة للجزائر استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم السبت القادم إن شاء الله. طبعا دي منافسة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا واللي هتكون امام فريق وفاق ستيف. يعني خليني طبعا قبل ما اقول لكم عن التمرين واكلمكم اكتر عن التمرين، انوه ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كالعاده كان متواجد في النادي، يعني هو عودنا دايما انه قبل اي مباراه مهمه بيكون متواجد في النادي، يمكن كمان ان هو كان موجود من قبل انطلاق المران، يعني المران كان الساعه 10، كابتن محمود الخطيب كان هنا في النادي من الساعه 9 صباحا، ده طبعا عشان يدعم ويشجع اللاعبين ويحثهم كمان على اهميه مباراه يوم السبت. بشكل عام يا كريم ويا نهاوند، في حاله من التركيز والجديه الحقيقه كانت الظاهره على جميع اللاعبين في المران، كله عنده هدف واحد. الحقيقه ان كله كمان اكد ان التاهل للنهائي لسه ما اتحسمش، لسه طبعا مباراه يوم السبت مهمه جدا بالرغم من اننا فزنا طبعا برباعيه نظيفه هنا في القاهره، لكن التاهل لسه ما اتحسمش، طبعا بنتمنى للاعبين كل التوفيق. كمان حقيقه بقى ان عندي اخبار ساره لجماهير النادي الاهلي، وهو ان اللاعب محمد عبد المنعم شارك بشكل طبيعي جدا في مران اليوم وتعافى تماما من الإصابة، وبكده إن شاء الله هيكون جاهز إنه يشارك في مباراة السبت. كمان اللاعب عمرو السوليه لسه طبعا مستمر في برنامجه التأهيلي، هيسافر مع الفريق للجزائر وهيستكمل برنامجه التأهيلي هناك، إن شاء الله عندنا أمل كبير جدا إنه يقدر يلحق بالمباراة ويتألق بقى كالعادة هو وجميع فريق النادي الأهلي، إن شاء الله يفوزوا ويحققوا نتيجة إيجابية يوم السبت القادم ويتأهلوا للنهائي ويكونوا على بعد خطوة واحدة بس من تحقيق النجمة ال11. يعني دي أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلوني كمان أنقل لكم أخبار الألعاب الأخرى ونبدأ برجال كرة اليد. رجال كرة اليد حققوا فوز في أولى مبارياتهم في دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، عملوا حقيقة مباراة كبيرة جدا، يعني طبعا بهنئهم على الأداء الكبير، أنهوا المباراة بنتيجة 48-19، إن شاء الله طبعا يكملوا على نفس الأداء.
خلوني كمان اقول لجميع مشاهدينا عن مواعيد مباريات الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي في بطوله كاس الكؤوس بالتحديد في دور المجموعات. يوم 11 مايو الساعه 3 العصر هيكون عندهم منافسه ضد فريق دون بوسكو الافواري، ويوم 13 مايو هيكون عندهم اخر مباراه في دور المجموعات هتكون امام فريق فاب الكاميروني الساعه 7 مساء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. اخيرا بقى نروح للعبه كره السله. رجال كره السله النهارده طبعا هيكون عندهم ثاني مبارياتهم من نظام بيست اوف 5 في نهائي بطوله دوري السوبر. المباراه طبعا هتكون امام الاتحاد السكندري، بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه النهارده ويعدلوا بقى النتيجه وكمان يحققوا بطوله دوري السوبر. حابه انوه ايضا يا نهواندو يا كريم ان طبعا هيكون في بث مباشر لمباراه كره السله على قناه النادي الاهلي، وهيكون في تغطيه خاصه ومميزه زي ما عودونا دايما. يعني دي كانت ابرز الاخبار. طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه هانا ابو قاسم على هذه التغطيه المميزه، شكرا لك. طيب خلينا نكمل موضوع رأس المال الرياضي، وبعد كده عايزين نروح بقى وننتقل معاك للأهلي وكرة اليد، لأن احنا لسه كمان مخلصين ماتش دلوقتي في بطولة كأس الكؤوس، ويمكن احنا فزنا بسكور جميل جدا فأكيد محتاجين نروح لده. بس فكرة هنا باريس سان جيرمان زي ما احنا كنا بنتكلم، وتدخل رأس الأموال في كرة القدم تحديدا لو هنتكلم، حسب المعلومات لما كنا انا وانت برضو بنتناقش دلوقتي وكريم، قطر ربما يفكر اصلا في بيع باريس سان جيرمان، فده بيؤكد بقى النظريه اللي بتقول ان لا، راس المال لما تدخل ربما افسد المنظومه الى حد كبير. دي حقيقه زي ما حضرتك قلتي. انا الصحف الانجليزيه واكثر من يعني من صحيفه عالميه اكدت ان قطر بتفكر جديا في بيع نادي باريس سان جيرمان بعد مونديال قطر 2022، بسبب ان النادي ما حققش التارجت بتاعه او الهدف الرئيسي بتاعه، ان هو مثلا بطوله دوري ابطال اوروبا اللي هو جاب فيها كل النجوم الموجودين في العالم عشان يحقق بطوله زي ميسي ونيمار ومبابي. فانا شايف ان راس المال هو مهم في اي نادي. طبعا كره القدم دلوقتي ما بقتش رياضه، هي صناعه، فعشان تكون صناعه لازم تكون صناعه بس فيها جانب اداري وفيها جانب فني. لكن ان انت بتجيب بس ضخ فلوس بس بدون رؤيه استراتيجيه يعني محدده، صعب. ده مش صح. لكن مثلا نادي زي ليفربول هو صرف، بس صرف في عناصر هو محتاجها طبعا. جاب لعيبه هو محتاجهم في الملعب، يعني خدموا خطه المدير الفني زي يورجن كلوب، حققوا بطولات والترجي بتاع نادي ليفربول. فهم المدير الفني حتى جددوا له كمان سنتين على عقده اللي موجود، فيخلص لمده اكبر. فده اللي انا بتكلم فيه. الفتره الاخيره اسفرت عن ان بقى في فرق 3 بونت ما بين مانشستر سيتي وبين ليفربول، يعني الصداره حاليا لمانشستر سيتي، والفرقتين كل فرقه منهم على حده لسه لها 3 ماتشات. فانت شايف الامور هتنتهي ازاي؟ دي نقطه. والنقطه الثانيه مساله بقى صراع الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي اللي بقى الى حد كبير محصور بين محمد صلاح وبين لاعب اللي هو اللاعب الكوري توتنهام سون. بالظبط كده. فبرضه فكرك هترسي الامور على ايه؟ لو اتكلمنا عن الصراع في الدوري الانجليزي، هو لحد اخر مباراه طبعا، لان الدوري الانجليزي دوري صعب جدا، ممكن اي فريق يتعثر. حصلت قبل كده ان مانشستر سيتي كسب الدوري في اخر مباراه في اخر 3 دقائق قدام كوينز بارك رينجرز، كان ايام المدير الفني روبرتو مانشيني. كان اجويرو جاب الجون في الدقيقه تقريبا 97 او حاجه كده. فاعتقد ان الدوري الانجليزي دوري قوي ودوري صعب، فالمنافسه تبقى لاخر دقيقه. لكن انا من وجهه نظري ان مباريات ليفربول هي اصعب من السيتي. فانا شايف ان الفرصه، وطبعا السيتي متقدم كمان بثلاث نقط عن ليفربول، فانا شايف ان ليفربول برده مركز اكتر في نهائي دوري ابطال اوروبا، طبعا عايز ياخد دوري انجليزي عشان يجمع بين اللقبين. لكن انا شايف ان السيتي هو اقرب للدوري الانجليزي من ليفربول. لو اتكلمنا عن الحذاء الذهبي، محمد صلاح السنه دي يمكن ما كانش ده متوقع ليه. يعني هو كان نفسه يصعد بمصر كاس العالم. هو صلاح دلوقتي 22 هدف و20 سهم بتاعته توتنهام. يمكن لسه طبعا ده ليه ماتشات المنافسه صعبه جدا، غير كل موسم محمد صلاح كان فارق عن يغرد منفرد. بالظبط. يمكن اول موسمين غرد منفرد، الموسم اللي بعده اتساوى مع 2 لعيبه كان هو وساديو ماني وعلى ما اعتقد بيير امريك اوباميانج اللي هو اللاعب الجابوني اللي كان بيلعب في ارسنال. فانا اعتقد ان السنه دي المنافسه صعبه جدا بين سون وصلاح. صلاح عايز ياخد الحذاء الذهبي، يطلع بحاجه من الموسم، يطلع باي حاجه من ليفربول، لان الموسم بتاعه ما كانش اللي يأمله، لان كان خساره منتخب مصر كاس افريقيا وكاس تصفيات كاس العالم، وكمان ليفربول ممكن يخسر الدوري الانجليزي وممكن كمان دوري ابطال اوروبا. فاعتقد ان محمد صلاح بيدور على مجد شخصي في الموضوع ده. يمكن المنافسه صعبه جدا.
طيب خلينا نروح لكأس الكؤوس بقى، والمباراة اللي لسه خلصانة يمكن من شوية بسكور 48 تقريبا 19 حاجة زي كده، فبداية موفقة جدا، بنقول برضو بطولة نفسنا فيها وهتأهلنا، فبتشوف البداية دي ازاي بقى؟ أنا شايف إن النادي الأهلي بيعمل بداية جديدة في كرة اليد بعد طبعا سنوات من التراجع والنتائج ومفيش بطولات، يمكن الأهلي خد كأس مصر السنة فاتت بعد غياب كذا سنة، فأعتقد إن دلوقتي في مدير فني جديد، في جهاز فني جديد، في مدير نشاط رياضي جديد اللي هو كابتن خالد العوضي، في مدير الفني الإسباني دانيول جوردو، هو مدرب إسباني يعني كويس في أوروبا، يمكن مش من مدربين الصف ولكن هو مدرب كويس، وفعلا عايز يعمل تاريخ لنفسه، يمكن إنه ياخد اللقب من الزمالك وهو لسه ما بقالوش شهر في النادي الأهلي، خد كاس السوبر الافريقي، الاهلي تاهل كاس عام الانديه سوبر جلوب في السعوديه شهر اكتوبر المقبل، الاهلي بياخد اللقب الثاني في تاريخه بيكسب الزمالك اللي هو طبعا فريق قوي جدا في كره اليد، فاعتقد ان ده انجاز كبير جدا، لقيت الاهلي لازم تفرح، لازم يبنوا كمان على المكسب ده، كاس الكؤوس الافريقي الاهلي حامل اللقب، اعتقد ان البطوله مش صعبه بالنسبه للنادي الاهلي بعد ما كسب الزمالك، معنوياته مرتفعه، يمكن كمان اللي حصل ان امبارح في فرق اعتذرت عن البطوله، كان الاهلي عنده 6 فرق في مجموعته والزمالك كذلك، يمكن في فرق 2 من هنا انسحبوا و2 من هنا انسحبوا، فالاهلي والزمالك تاهلوا مباشره لدور الثمانيه دي حقيقه حصلت، والنهارده الاهلي كسب طبعا اكتسح فريق الاسيوبي اللي هو كريكوز 48-19 والشوط الاول كان خلص 23-7، اعتقد دي مباراه من الاهلي، حتى الاهلي ما شاركش النهارده بالمحترف البرازيلي بتاعه، يمكن كان بيريحه المدير الفني النهارده، الاهلي كان النهارده يعتبر تقسيمه لكن مباراه الدور الاول نعرف مزيد من التفاصيل حول هذه المباراه، لان احنا معانا بالفعل على التليفون الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي وهو متواجد حاليا في النيجر مع الفريق. صباح الفل على حضرتك يا كابتن، اهلا بيك ومليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، الله يخليك. طبعا اخبار كانت مفرحه جدا لينا كلنا على الصبح كده، فعايزين نعرف بقى ملابسات هذا الانتصار الكبير. ولا حاجه، حضرتك عارف بتبقى عارف ان المباريات اللي في الاول دي بتبقى مباريات يعني سهله، ما تبقاش هي المباريات الاساسيه، وفي النهايه لما كانت تبقى في فرق من تونس او فرق الجزائر هي اللي كانت بتبقى المنافسه الوحيده، لكن غير كده بتبقى الماتشات يعني تحصيل حاصل لحد ما بنتقابل احنا والزمالك في النهايه. الماتش النهارده حضرتك شفته ازاي؟ يعني الامور مشيت فيه على اي شكل؟ والله الماتش طبعا ضعيف، فرق تأثير فرقة ضعيفة طبعا، دانيال رايح معظم اللعيبة وعمل روتيشن كتير للعيبة بحيث ان ما يبقاش في حد، ما يبقاش في اصابات، ما يبقاش في حد قاعد برضه ايه ما يقدرش يشارك يعني في المباراة. بس الماتش كله كان جاري يعني فصل بريك، الماتش سهل ما تقدرش تقول ان لعبنا هتقول ايه. كويس جدا. طيب كابتن ياسر صباح الفل طبعا ومبروك مره ثانيه، انا عايز اروح مع حضرتك لنقطه كنا لسه بنتكلم فيها مع استاذ علي وهي واتكلمنا فيها امبارح برضو، فكره هنا النقله اللي حاصله دلوقتي والتطور اللي على الارض بقى موجود وملحوظ بشكل كبير، ويمكن ده راجع برضو مش فكره هنا بس تطور فني، هو راجع ايضا لتحسن في المعنويات بشكل كبير جدا، فده ادى اضافه ان اللعب على الارض والاداء على الارض بقى مختلف، فكره برضو تطعيم الفريق بقى في برضو اضافه جيده، فكرة مدير فني مختلف برضو في إضافة جيدة، فخلينا برضو نفهم أكتر التفاصيل دي من حضرتك، تفضل يا كابتن ياسر. هو كان طبعا كان لازم يحصل في تغيير في الجهاز وتغيير حتى في الجهاز الفني بحيث إنه يبقى في شكل جديد، في أفكار جديدة، اللعيبة نفسها هتشوف مدير فني مختلف. فبالتالي غير بقى ان احنا حطينا سيستم، بنحاول نحط سيستم للفريق سواء في تحركاته في لبسه في اكله في الامور كلها، بحيث ان يبقى نبتدي نجمع او نبتدي يبقى في نظام للفريق، في تماسك للفريق، للحاجات الصغيره التفاصيل الصغيره جوه الفريق دي بتخلق روح وبتخلق نوع من الالتزام. هي دي ما كانتش موجوده قبل كده يا كابتن ياسر؟ لا كان شويه كان فيها يعني شويه تفاهل شويه. فاحنا يعني اشتغلنا برضه على النقطه دي. نقطه مهمه طبعا. فبالتالي ابتدى طبعا يبقى في نوع من الالتزام، يعني مش النوع من الالتزام، بقى في التزام في الفريق، بقى في تحرك جماعي، بقت الناس بيبقى في مشاركه من اللعيبه مش في امور كتير. بقى في التزام خلينا نقول بشكل اكبر اثر يعني على الاداء فنيا كمان. بالظبط كويس جدا، كل التوفيق على كل حال، بدايه موفقه جدا يعني نقدر نقول. لا مش سامع، اتفضل.
معلش بقى انها بنتوا بعيد. لا كابتن ياسر بقول لحضرتك بدايه موفقه، وهو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي يليق اكيد باسم كبير زي النادي الاهلي، فربنا معاكم ان شاء الله، ولسه عايزين مزيد ومزيد من التالق. نشكرك يا كابتن ياسر، ترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله. عوده للاستاذ علي البحيري الناقد الرياضي. كنت عايز تقول لنا حاجه برضو بخصوص النجاحات الاهلاويه المتلقه في الفتره الاخيره. يمكن زي ما حضرتك قلت يعني لقب كاس سوبر الافريقي كره اليد اهلك لكاس عالم الانديه، الاهلي بيشارك للمره الرابعه في تاريخه في كاس العالم الانديه، هيبقى في السوبر جلوب اللي هو في السعوديه شهر اكتوبر المقبل. كمان انت هتلعب كمان دلوقتي بتلعب كاس الكؤوس الافريقيه، انت برضو واخد اربع القاب، لو خدت اللقب الخامس اللي هو اللي انت بتلعب فيه دلوقتي هتتساوى مع نادي الزمالك، فده برضو معنويات ليك، وبرضو بطوله جديده مع المدير الفني الجديد اللي هو جاي، وتصريحاته كلها ان هو عاوز يعمل مجد شخصي ليه، عايز يعمل تاريخ كبير ليه مع النادي الاهلي. فطبعا ده حافز كبير ليه ومع اللعيبه، والنادي الاهلي طبعا بيضم اكتر من عنصر خبره واكتر من عنصر شاب، فانا شايف ان ده كمان بيفيد الاهلي ان يبقى عنده جيل كويس في كره اليد بعد سنوات من الهزائم شويه، فانا شايف ان ده مهم جدا ليه. لو انتقلنا برده الكره الطايره، الاهلي بيلعب في تور افريقيا للانديه ابطال الدوري في تونس. يمكن الاهلي كسب اول ماتش 3-0، ويمكن الاهلي يمكن خسر الدوري والكاس السنه دي كان فيها هزه شويه، لكن انا واثق ان النادي الاهلي هيقدر يرجع بالبطوله دي ان شاء الله، ولو حقق اللقب ده هيقدر يرجع تاني لعهده، لان الاهلي كان متسيد اللعبه في مصر وافريقيا وعرب اخر 5 سنين. فالهزه اللي حصلت دي ممكن تاثر شويه، لكن ان شاء الله كابتن ميدوم صالح واللعيبه يقدروا يعملوا الفارق ده. لو انتقلنا لكره السله، النادي الاهلي السنه دي في كره السله هو افضل نادي في مصر، يمكن محقق 4 ألقاب من 4 ألقاب، ودلوقتي بينافس على دوري السوبر مع الاتحاد السكندري، يمكن خسر للاسف اول مباراه فارق 6 تقريبا او فارق 7، النهارده المباراه الثانيه الساعه 8:30. دايما ماتشات الاهلي والاتحاد في الباسكت بتبقى تقطيع. طبيعي طبعا طبيعي، لان نادي الاتحاد السكندري نادي كبير جدا في كره السله، والنادي الاهلي طبعا النادي الاهلي طبعا حصل معاه طفر في كره السله من السنه دي، المدير الفني الاسباني اوجوستي بوش مع العناصر اللي ضمها النادي الاهلي مع الجهاز الفني الجديد. انا شايف ان النادي الاهلي نجح في كره السله السنه دي، وان شاء الله لقب دوري السوبر هيبقى نصيب النادي الاهلي عشان يكمل انجازات السله النادي في النادي الاهلي هذا الموسم ب5 بطولات من 5 بطولات، واهمهم طبعا دوري السوبر اللي بيأهلك لبطوله افريقيا السنه الجايه. ده كده لو اتكلمنا عن انجازات يعني الالعاب الاخرى في النادي الاهلي هذا الموسم في اخر الموسم. بص هو كده احنا ماشيين حلو جدا، يعني ممكن يكون في فعلا دروب حصل في فتره ما، وما بنتكلمش عن رياضه محدده، لكن بتحاول ان انت تشوف او تتدارج الاخطاء دي، حتى لما بيبقى في تقصير في فكره الفريق او المدير الفني انت بتروح زي ما بيتقال كده تروح الافضل، وده اللي حصل فعلا. بس انا عندي نقطه اخيره لو تسمح لي برضو استاذ علي، ليه البعض او انا يعني هنقل لك الراي، ليه البعض بيشوف ان لما انت بتجيب مدير فني اجنبي الوضع بيتزبط؟ طب ما هو احنا برضو حققنا يعني كتير انجازات وبطولات مع مدير فني مصري في رياضات مختلفه، بس مؤخرا بقى الوضع لما بيبقى فيه دروب بجيب مدير فني اجنبي فالدنيا بتظبط، بعدين ممكن اجيب بعد كده مصري. ف يعني تفسيرك لده ايه؟ هو انا شايف ان يعني موضوع مدير فني يعني مصري او اجنبي، انا شايف ان هو مش هو ده الكونسبت او ده العامل اللي بياخد البطولات، بس الفرق بيبقى واضح. بس طب مثلا ما احنا لو اتكلمنا في الكره الطايره، النادي الاهلي مدير الفني بتاعه ميدو مصلحي، كابتن ميدو مصلحي بقى له 5 سنين مع الاهلي، خد كل البطولات الممكنه، خد افريقيا وخد عرب وخد دوري مصر وكاس مصر، خد كل البطولات. مدير فني مصري مش اجنبي، مفيش مدير فني يعني في مصر. انت بتشوفها ممكن تكون صدفه مش اكتر يعني. انا لا مش صدفه، هو في العاب والعاب، يعني في الكره الطايره انا شايف ان في مصر مفيش مدير فني اجنبي. يمكن دلوقتي اتحاد الطايره تعاقد مع مدير فني اجنبي هولندي لمدير الاتحاد للمدير للمنتخب الاول رجال، وتعاقد مع خبير فني برازيلي للمنتخبات كلها. تمام. ده في الكره الطايره، لكن في النادي الاهلي او في الانديه كلها كلهم مديرين فني وطنيين. في كره السله انا شايف ان كله بيلعب بالمديرين الفني الاجانب، سواء في نادي الزمالك او في نادي الاهلي او في الاتحاد السكندري. نفس الكلام في كره اليد، منتخب مصر محقق انجازات تاريخيه في كره اليد مع الاسباني باروندو، نفس الزمالك حقق مع اوليفر روي في الزمالك، ودلوقتي الاهلي مع دانيال جاردو. فانا شايف ان المدير الفني الاجنبي بيفرق شويه عن المدير الفني المصري في العاب وفي العاب. تمام جدا، مشكورك يا استاذ علي جدا، والحلقه كده خلصت خلاص. نورتنا. بس نورتنا بجد والله. ربنا يخليك، انا كنت مبسوط جدا. اشوفك على خير باذن الله. مشكورك على وجودك معانا، واكيد بنشكر كل حضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. نشوفكم على خير ان شاء الله بكره باذن الله، حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.